بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رحلة للسعادة، قربنا نوصل للنهاية، بكرة حلقة الختام، وخلصنا المجموعات السبعة، سبع مجموعات بتتكلم على السعادة. اللي عايز بقى يرجع بالتفصيل، كل موجود على عمرو خالد.net بألوانهم، بأفكارهم، بموضوعاتهم، باستقصاء كامل وتحليل كامل. ها انت واخد في كل واحد كام درجة، ازاي تحط الجدول ده، اطبعه من على عمرو خالد.net وحطه في حتة واضحة عندك، بكتاب عن السعادة، كل الموضوعات اللي احنا قلناها كله موجود، كله موجود. لكن يبقى حلقة النهاردة. حلقة النهاردة ممكن تقول حلقة جامعة، يعني فيها فكرة مختصرة لحاجة تعيش بيها، جمع الألوان كلهم. يعني ممكن نقول إن لو ألوان الطيف كلهم بيتجمعوا وينزلوا كده على مخروط زجاجي، يطلعوا من الناحية التانية إيه؟ يطلعوا من الناحية التانية لون أبيض ناصع. هي حلقة النهاردة دي عاملة زي كده، تجميع كل الألوان، تجميع المخروط كله دخل 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 دخل، يطلع حلقة النهاردة. حلقة النهاردة قمة الراحة، قمة الطمأنينة، يعني قمة إيه؟ حلقة النهاردة اسمها السلام النفسي. تصلح للختام، مش كده؟ تصلح انها تكون الحلقة اللي قبل الأخيرة. سلام، يا سلام، سلام داخلي، يعني ينطلق إلى الآخر بعد نفس كان فيها بقى تضاريس وجبال وهضاب، ونفس متخانقة ونفس متعركة، جه عليها كده سحاب أبيض وغيم كده من الرحمة والطمأنينة، غطى السحاب الأبيض على التضاريس وعلى الجبال وعلى وملاها باللون الأبيض النقي الجميل، زي بالظبط المنظر اللي احنا فيه دلوقتي. عشان كده احنا اخترناه لكم السلام النفسي. يبدأ عايز أبدأه بنور. فاكرين المشعل اللي أنا بشيله كنت كل شوية؟ عايز أبدأه بنور من النبي صلى الله عليه وسلم. تصدقوا إنه موضوع السلام النفسي ده مش موضوع، مش كلمة أجنبية، أو مش كلمة جايانا من ثقافات أخرى، دي كلمة جايانا من النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا، بعد كل صلاة، الصلاة قمة الطمأنينة، قمة الراحة النفسية. بص بيختمها بإيه بعد ما يسلم، يقول إيه؟ اللهم أنت السلام. ده نور من النبي. ممكن كل ما تخلص صلاة اكتب عندك بقى الحديث ده، وكل ما تخلص صلاة لازم تقوله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ليه دي ختمة الصلاة؟ وإيه سر الدعاء ده؟ وليه السلام النفسي؟ فكرة السلام، يا ترى أنت بقى في نهاية رمضان، ويا ترى اللي طبقوا معانا الحلقات، طبعا عشان نبقى واقعيين مش كل الناس هيلحقوا يطبقوا الحلقات في رمضان. عشان كده بقول لك ادخل على عمرو خالد.net واطبع الاستقصاء، واطبع الحلقات بافكارها بالوانها، وحطها علقها عندك، وابدا بقى بعد رمضان تابع مع نفسك يوم بيوم انا منفذ ايه، وازاي تدرب نفسك يوميا على الحلقات دي. فيا ترى انت بعد الايام دي كلها وبعد كل اللي قلناه دون، ممكن اسالك سؤال هو عنوان حلقه النهارده؟ انت متصالح مع نفسك؟ انت في حاله سلام مع نفسك؟ على فكرة في ناس جوه عندها خناقات رهيبة، خناقات فظيعة، يعني في ناس جواها حرب عالمية جوه. في ناس، انتوا عارفين ماتشات المصارعة؟ بتشوف ماتشات المصارعة؟ تصدقوا في ناس جوه كده؟ ايوه، عايش خناقة. عارف اللي وشه بيورم من الضرب؟ شفت واحد وشه من كتر الضرب وشه مورم؟ تصدقوا ان في ناس من جوه كده مورمة من جوه، كأنه ماسك سكينة وبيمزق نفسه من جوه، عمال يقطع في نفسه من جوه. يا عيني، مسكين والله، لا يعيش سلام، لا يعيش سلام مع نفسه ومتخانق. انت كده ولا انت متصالح مع نفسك؟ هتقولي طب اعرف ازاي؟ هقول لك، بس الاول قبل ما اقول لك احكي لك قيمه السلام. يعني انت لما تسمع السلام النفسي ده غالي في الاسلام قد ايه؟ اولا انت ناسي ان كلمه اسلام من سلام، جدر الكلمه من سلم، جدر الكلمة سلام. انت ناسي ان تحية الاسلام السلام عليكم، يعني ايه؟ يعني شوف اصل، يعني الحقيقة لما تبص في اصل الدين دون، انت وانت بتسلم تحية الاسلام السلام عليكم، يعني ايه السلام عليكم؟ بدعي لك بالسلام، بتمنى لك السلام، يا يعني جعلها ربنا. وخلي بالك لما خلق الله آدم قال اذهب إلى هذا النفر من الملائكة
فسلم عليهم. فراح آدم فقالوا السلام عليك يا آدم، دي بداية البشرية سلام. فلم يدري ما يقول لهم، فقال الله له قل لهم وعليكم السلام وأنتم أيضا لكم السلام. فكرة أنت في حالة سلام مع نفسك يا ترى بعد رمضان؟ خلاص رمضان بيخلص، أنت مبسوط ولا في خناقة جوه؟ وهقول لك الخناقة بتيجي إزاي، بس الأول أقول لك قيمة السلام في الإسلام. أنت في حالة سلام مع نفسك ولا مش في حالة سلام؟ طب أقول لك حاجة تانية، يبقى الإسلام أصل الكلمة من السلام، وتحية الإسلام يعني تحية الإسلام مش جود مورنينج. جود مورنينج ما فيهاش المعنى ده، كلمة كويسة بس ما فيهاش المعنى ده، وهاي ما فيهاش المعنى، وهلو ما فيهاش المعنى ده، وجود إيفنينج وجود النخت ما فيهمش، وبونجور كلمات كويسة بس ما فيهاش المعنى بتمنى لك السلام، بدعي لك بالسلام. عشان الشباب والبنات اللي بيكسفوا يستخدموا كلمة السلام وعايز يبقى من الشياكة ان هو ما يستخدمش الكلمة دي، بالعكس. وشوف الآية تقول لك ايه، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. يعني ايه؟ ايه الآية دي؟ انت موجودة في سورة النور، معناها ايه؟ لما تيجي تدخل البيت املى جو مراتك وولادك وعيالك وصحاب، املى العيلة كلها، اول ما تخش سلام عليكم يا رب بتمنى السلام لبيتنا وعيلتنا، تخيل. طب لما تعمل كده يحييك ربنا، ينزل عليك بركة وعلى البيت بركة. ياه، هو السلام كده؟ يعني أمنية السلام كبيرة كده في إسلامنا؟ انت تصدق بقى كل ده وانت ما بتقولهاش اصلا، ما بتستخدمش السلام عليكم، وتصدق كل ده وانت متخانق مع نفسك؟ لا، والنبي صلى الله عليه وسلم يجي له ابو امامه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا ابا امامه ان من عباد الله من انظر اليه فيلين له قلبي، وانت منهم يا ابا امامه، انت من الناس اللي ما بشوفهم انبسط قوي. فلا تنسى اذا دخلت بيتك ان تسلم على اهلك تكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. إيه أخبارك؟ شايف السلام في الإسلام كلمة كبيرة قد إيه؟ لا، وأقول لك حاجة تانية، مش عارف أنت واخد بالك منها ولا لأ، أنت واخد بالك إن صلاتك كلها سلام؟ صلي. ها؟ بتصلي بتصلي بتصلي، المفروض إن الصلاة بتعمل إيه؟ عمالة تزود الطمأنينة، ها؟ اللي متخانقين، متخانق مع نفسك؟ صلي صلي صلي، ها؟ لسه متخانق؟ طب اركع، ها؟ لسه متخانق؟ طب اسجد، لسه متخانق؟ بتحسن بتحسن بتحسن، ها؟ وصلت لفين؟ للتحيات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. خلصت؟ السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ها؟ بعد ما خلصت، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وكان سيدنا علي يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، حينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام. إيه ده؟ أنت واخد بالك صلاتك عاملة إزاي؟ كم سلام في صلاتك؟ 8 سلامات في الصلاة الواحدة. ها؟ السلام عليك أيها النبي، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وبعدين السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، بقوا 5، وبعدين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك كم مرة؟ 7 8. إيه ده؟ يعني كأن فكرة الإسلام ومفرداتك والكلمات اللي بتستخدمها وعبادتك وطريقة سلامك وعنوان دينك كلهم انت في سلام مع نفسي ولا لا؟ شفتوا بقى؟ شفتوا موضوع كبير ازاي؟ وعرفتوا ليه انا بختم بيه؟ لان ما كانش ينفع اقوله في الاول الا لما اقول لك السبع مجموعات للسعاده، كمل دول، لان اللي يجمعهم ايه؟ انت في سلام نفسي ولا متخانق مع نفسك؟ متخانق مع نفسك يا عم مفيش فايده. في سلام نفسي مبروك عليك 10 على 10. طب ازيدك كمان، الجنه اسمها دار ايه؟ دار السلام. مش كده؟ يعني والله يدعو إلى دار السلام، ما سماهاش دار الحور العين وما سماهاش دار القصور، سماها دار السلام. والله يدعو إلى دار السلام، تحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، سلام قولا من رب رحيم، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. إيه ده؟ يعني كلمة السلام لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. يبقى موضوع السلام ده ايه؟ ده قمة السعادة. وموضوع السلام ده ايه؟ ده جوهر الإسلام.
انت في حاله سلام ولا مش حاله سلام؟ سلام. لا ومش كده وبس، انت بتحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اه بحب الرسول. طب صلي وسلم عليه. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. يعني ايه وسلم؟ انت بتتمنى، انت حبك للرسول بتعبر عنه انك بتتمنى للنبي كل السلام كل الرحمة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك من صلى وسلم علي صلاة صلى الله عليه وسلم بها 10، تنزل عليك 10 رحمات. يعني كل ما تبقى حاسس انك متخانق مع نفسك سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. ايه ده؟ شفت الاسلام؟ وما فيش نبي من الانبياء الا وربنا ذكره بكلمة له السلام. سلام على ابراهيم، سلام على نوح في العالمين، سلام على موسى وهارون، سيدنا عيسى، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. إيه حكاية السلام يا جماعة؟ ده الموضوع طلع أكبر بكتير ما احنا كنا متخيلين. الرسول بتصلي وتسلم عليه، والأنبياء كلهم في القرآن لهم السلام، والصلاة ختمها سلام، والتحية بتاعت الإسلام السلام، والإسلام دين السلام. إيه ده؟ إيه الموضوع؟ وإزاي اتهم بعد كده إن هو دين قتال ودين عنف ودين دماء وهو كل ده رموز الدين دون؟ وازاي تبقى متخانق مع نفسك وانت كل ده في دينك؟ ده انت بعيد، ده انت مش فاهم الدين خالص، لسه متخانق، لسه في خناقه جوه. فهمت الموضوع عامل ازاي؟ بس يفضل سؤال، هو امتى بفقد سلامي النفسي؟ عارف امتى بتفقد سلامك النفسي؟ امتى بتبقى متخانق جوه والخناقه شديده جوه؟ حاجه واحده بس، لما تعمل حاجات عكس اللي انت مؤمن ومقتنع به، لما تصرفاتك تبقى عكس قناعاتك، لما تبقى مؤمن بحاجات ومصدق في حاجات وبتعمل عكسها، لما تتناقض مع نفسك. انت مؤمن بايه؟ مؤمن ان الكذب حرام والكذب حاجة صفة وحشة، كذاب، واحد بيكذب، انت مش في سلام مع نفسك. شوف النبي يقول لك ايه، الصدق طمأنينة والكذب ريبة. مش في سلام اهو، ريبة يعني ايه؟ في جوه خناقه، في جوه صراع، هو عارف انه كذاب، كذاب وحاسس بنفسه، لان قناعاته ان الكذب وحش. ها امتى تكون مش في سلام؟ اول ما تعمل عكس اللي انت مؤمن بيه، اول ما تعمل عكس قناعاتك، اول ما تبقى اللي انت مؤمن بيه في سكه اللي انت تربيت عليه، اللي انت خدته في دينك، اللي انت مؤمن بفطرتك ان هو الحق والصح والخير وانت بتعمل عكسه. لما تكون ظالم حد ظلمه وانت عارف انك ظلمه. الذين امنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. في سلام نفسي. أول ما تظلم وانت عارف انك ظالم فقدت سلامك. على فكرة يا جماعة السلام محدش بيدولك من بره، ده السلام ده بيطلع من جوه، ده من جوه. السعادة مصدرها القلب على فكرة. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. إيه انت ايه انت بتعمل كبيرة، واحدة متجوزة من ورا أهلها وعارفه فين بر الوالدين، وا 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 مش عايشه في سلام، مسكينه، مسكينه تعبانه، متناقضه مع سلامها الداخلي، بتعمل حاجه عكس اللي هي مؤمنه، مصاحبه واحد من ورا اهلها، واحد بيخون مراته، واحده بتخون جوزها، مش ممكن تكون في سلام. اول ما عمل كده فقد السلام. كان السلام حاجه جواك ربنا مديها لك، وصلاتك وعبادتك ودينك كلهم بيساعدوك عليها يوميا، وصلاتك على الرسول وقرايه القران كله 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 بيظبط السلام، والحلقات اللي قلناها كله بتظبط السلام. امتى تفقد سلامك؟ لما تعمل عكس اللي انت مؤمن بيه، لما تعمل عكس قيمك واخلاقك وقناعاتك وتربيه ابوك وامك فقدت سلامك. انت بقى متصالح مع نفسك ولا في حرب عالميه جوه، ولا في مباراه مصارعه جوه، ولا زي ما الوش بيورم من الضرب انت من جوه مورم من الخناقه منك بتعمل عكس اللي انت مؤمن بيه؟ تيجي نطلع فاصل ونرجع السلام النفسي؟ مش بقولك الحلقة دي بتجمع كل اللي فات؟ تعالوا نطلع فاصل ونكمل مع بعض. هل انت في حالة سلام نفسي؟ انت متصالح مع نفسك ولا متخاصم معاها؟ ولا متخانق معاها؟ ولا في حرب معاها؟ السلام ده يا جماعة فرشة السعادة، يعني الأرضية بتاعت السعادة لكل الناس على فكرة، يعني أي إنسان أيا كان دينه على فكرة، لو في حالة سلام مع نفسه، لو بيأدي اللي هو مقتنع بيه، ممكن ما يكونش مسلم لكن ما بيسرقش،
لان السرقه والرشوه واكل اكل حقوق الناس ضد سلامه النفسي، فما بالك بقى بالمسلم؟ فما بالك اللي الدين اللي قايم كله على الفكره دي؟ تصدق ان ممكن واحد مش مسلم يكون ما بيعملش عكس قناعاته، وانت تكون ماشي عكس قناعاتك وتبقى تعبان اكتر منه؟ السلام النفسي ده الفرشه بتاعت السعاده، الارضيه اللي بتقوم عليها السعاده في قلبك. فما بالك بقى انت يا مسلم وعندك ليله هي ليله السلام؟ ايه ليله السلام اللي احنا فيها؟ قد تكون النهارده ليله القدر، اغلى ليله في عمرك، اغلى ليله، خير من الف شهر. اسمع اخر ايه فيها ايه؟ سلام هي حتى مطلع الفجر. يعني ايه؟ ليله يسالم الله فيها عباده، ليله من اراد فيها السلام وتصالح مع نفسه يعطيه الله ثواب خير من الف شهر. انت مستعد لليله القدر؟ انت ايه تمثل لك ليله القدر؟ ليله السلام، ليله سلام يفيض على نفسك وعلى روحك وينطلق الى العالم من حولك. انت في سلام ولا لا؟ لازم ترد. انت ايه مصدر الخناقه مع نفسك؟ انت بتاكل حرام؟ انت غشش حد؟ انت ظالم حد؟ انت بتعمل حاجه متناقضه مع اخلاقك وقيمك وتربيتك وانت عارف ومستمر فيها؟ طبعا متخانق مع نفسك. سلام مين؟ انت تعبان، انت مريض، انت مش سوي، مسكين يا عيني. رجع سلامك. طب رجع سلامي ازاي؟ انا الاول قلت لك انت بتفقد سلامك. تفقد سلامك لما تعمل حاجه متناقضه مع اخلاقك، مع دينك، مع قيمك. على فكره في واحد دمه خفيف ممكن يقول لي طب بسيطه، هغير قيمي علشان تمشي على مزاجي. مش هتعرف، والله ما هتعرف. ليه؟ لان قيمك دي مغروسه في فطرتك، مش هتعرف تغير فطرتك جوه كده، داخله في الفطره، ما تعرفش. مش هتعرف تقول لنفسك لا الكذب حلو وما فيهوش حاجه، مش هتعرف. مش هتعرف تقول يا ده الظلم جميل، ايه يعني، ايه المشكله لما ضربت مراتي وبهدلتها واذيتها كل يوم والتاني؟ مش هتعرف تعمل كده. مش هتعرفي تقولي لا ده انا لما بضحك على ابويا وامي واقول لهم ان انا خارجه مع صاحبتي وانا مصاحبه واحد من وراهم، يا سلام، منتهى السلام النفسي. مش ممكن، مش هتعرفي، مش هتعرفي تعملي كده. مش هتعرف تاكل حرام وتقول له حط لي الرشوه ما باخدهاش في ايدي، حطها لي في الدرج علشان سلامي النفسي ما يتوجعش. الدرج موجوع، موجوع، موجوع. مش هتعرف. عايز تسترد سلامك النفسي؟ مش هكون مثالي، يعني مش هقول لك حاجه صعبه، هقول لك حاجة سهلة قوي. اختار موضوع واحد، واحد بس، واسترد فيه سلامك النفسي. شوف أنا بعمل استرد وبعمل إيدي إزاي. أصل أنت مش واخد بالك، أصل الشيطان استولى على قلبك وشال علامة السلام، راية السلام البيضة، ودخل وحط راية الحرب، ودخل الحرب. تخيل المنظر ده، الشيطان استولى. عارفين الأرض المحتلة؟ عارف كلمة الأرض المحتلة؟ فلسطين أرض محتلة. تصدق إن أنت ممكن تكون محتل من جوه؟ شوف كلمة الأرض المحتلة دي بتوجعنا قد إيه؟ شوف ملايين الكارثة دي عاملة إيه؟ تصدق إن أنت ممكن تكون الشياطين محتلاك من جوه؟ وعاملة لك خناقة من جوه؟ استجد، حرر أرضك، رجع راية السلام. وعلى فكرة الكلام اللي أنا بقوله ده مش من دماغي، دي آية في القرآن. كالذي استهوته الشياطين، استهوته يعني ايه؟ استولت عليه. كالذي استهوته الشياطين في الارض، حيران، خدت منه ارضه، استلبت ارضه. شوف التعبير القراني واحنا الايه دي في سوره، يعني شوف التعبير القراني الدقيق. كالذي استهوته الشياطين، خدته. خدته من مين؟ خدته من نفسه. كالذي استهوته الشياطين في الارض، حرر ارضك، حرر قلبك. طب ايه؟ ترضى تفضل محتل كده؟ والشيطان استرد الأرض، سد الفجوة بين إيمانك وقناعاتك وبين تصرفاتك. قلل الجاب، قلل الفجوة. طب أقللها إزاي؟ اختار موضوع واحد بس، وخد قرار النهاردة في آخر ليالي رمضان. إيه القرار؟ لن أتناقض مع نفسي في الموضوع ده. طب وفي مواضيعات تانية أنا غلطان فيها، ليكن. خلينا نكون عمليين. يعني أنا بحاول ما أقولكش حاجة أنت مش هتعرف تعملها، بحاول ما أقولكش حاجة صعبة أو حاجة مستحيلة. اختار موضوع. يا سلام بقى وفرحة قلبك وأنت بتنتصري على نفسك وبتطردي الشيطان عن أرضك وبتحرري الأرض
وبترفعي الرايه البيضه، مش بقولك النهارده لون ابيض ناصع، رايه السلام، عاد السلام النفسي الى قلبي في الموضوع ده. اديكوا امثله على ناس كانت تعبانه قوي 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 لغايه ما رجعت السلام النفسي في موضوع. مره اتصل بيا واحد كنت انا عامل حمله ضد المخدرات و و و بصيت لقيت واحد بيتصل بيا، انا اسمي حسام، انا من السويس، انا فكرت كتير قبل ما اطلبك، انا تاجر مخدرات بس مش تاجر مخدرات كبير، تاجر مخدرات صغير من اللي بيوزعه. انا شفت الشباب وهم بيتكلموا وبيحطوا افكار بتقول لا للمخدرات، وقريت الآية اللي انتوا كاتبينها، ومن قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا. انا عمري ما تعبت، انا عمري ما حسيت ان انا قاتل الا لما شفت الحكاية دي. شفت الخناقة، شفت الخناقة وشفت عايز يحرر نفسه، هو في مرحلة عايز يحرر النفس. فانا ما كنتش عارف اقول له ايه، فهو سألني قال لي تفتكر لو تبت ربنا يقبلني يتوب عليا؟ قلت له طبعا يتوب عليك. قال لي تفتكر هقدر؟ قلت له طبعا تقدر. انا ما اعرفش هو عمل ايه وما اعرفش الموضوع انتهى على ايه، بس انا المكالمه دي كاني بشوف قدامي صوره متحركه للصراع النفسي، صوره متحركه لواحد بيصرخ تعبان عايز ارجع سلامي، عايز ارجع السلام لقلبي، عايز لما اصلي واقول السلام عليكم ورحمه الله ابقى حاسسها، عايز لما اقول اللهم انت السلام ومنك السلام احس ان انا السلام جاي لي، عايز اعمل حاجه علشان احس ان انا انسان عايش حياه فيها سلام. عارفين قصه الرجل اللي قتل 99 نفس وعمال يدور من واحد لواحد يقول لهم هل لي من توبه؟ هو نفس الموضوع، تعب عايز اعيش بني ادم طبيعي، مش بقول لكم السلام سعاده؟ لغايه ما راح لواحد قال له عايز تتوب ربنا يتوب عليك، بس سيب الارض اللي انت فيها وتحرك للارض الفلانيه، وفعلا ساب الارض وتحرك للارض الفلانيه، مات في الطريق فاختلفت الملائكه مين ياخده، ملائكه الرحمه ولا ملائكه العذاب، فاوحى الله اليهم قيسوا الى اي الارضين اقرب فقاسوا فلقوه اقرب لارض الرحمه فاخذته ملائكه الرحمه، لانه اتحرك لسلامه النفسي. تعرف تعمل كده؟ تعرف تعمل زي الراجل اللي راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هل يتوب الله علينا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم، قال رسول الله ولكني عندي فجرات وغدرات، انا عندي كبيره من الكبائر، انا عامل غدرات، انا غدرت بناس، انا خنت، انا سرقت، انا فجرت، ولكني عندي فجرات وغدرات، فهل يتوب علي إن عدت ويغفر لي فجراتي وغدراتي؟ فقال له النبي وفجراتك وغدراتك يتوب عليك. قال يا رسول الله وفجراتي وغدراتي؟ فضل يقول لا يا رسول الله ده أنا عامل بلاوي. قال وفجراتك وغدراتك. فخرج الرجل يبكي، عارف يبكي إيه؟ فرحان، هترجع لي نفسي، هترجع لي الأرض اللي احتلت من الشيطان. فرجع يبكي ويقول الحمد لله الذي يعفو عن الفجرات والغدرات، الحمد لله هيشيل لي فجراتي وغدراتي. موضوع واحد وتوب. توب الوقتي أنت عارفه طبعا، وما تختارش موضوع سهل. احنا في رمضان خليك جدع، اختار موضوع واحد بس النهارده. واحده ست بتحكي بتقول انا كنت اعرف شاب وعلاقه مش كويسه قبل الجواز، اتجوزت وربنا هداني وعشت حياه مستقيمه وكنت وفيه مخلصه لجوزي جدا وخلفت ولدين وفاتت سنين وسنين، وفجاه ظهر رجل الماضي، ظهر الرجل اللي كنت اعرفه زمان، وبدا يكلمني في التليفون، وبدات اقول لا واتمنع، وبعدين بدا يهددني بصور، وبعدين طب تعالي نخرج، وبعدين بدات اخرج، وبعدين بدات احس ان انا مش انا عايز ارجع، انا اتخذت مني، انا تعبانه، انا مش في لذه، بالعكس انا في تعاسه ومش عارفه وحاسه بتمزق، سكينه بتقطع جواها. هو دي الخناقه اللي بتحصل جواكوا يا جماعه. مش عايز السعاده، مش اسمه رحله للسعاده يا اخي. جرب معانا الفكره دي، جرب رجع موضوع واحد سلامك النفسي وتوب منه. بتقسم بالله
بتقول قلت انا مش عارف اعيش كده، انا هنهار، انا هيجي لي مرض، هيجي لي اكتئاب، هتجنن. راحت للراجل دون وقالت له اعلى مفخرك اركبه، عايز تقول لجوزي قول لجوزي، عايز تفضحني فضحني، بس انا مش عارف اعيش كده، مش عارف اعيش متناقضه، مش عارف اعيش خاينه. اعمل اللي انت عايزه وربنا مش هيضيعني لان انا راجعاله، انا هعرف اصلي ما كنتش عارف اصلي. يا صدقوا جري جري وما عملهاش حاجه، خاف، ده الشيطان، جري جري لانها استردت سلامها. كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران، بره طردته وحررت ارضها وعاشت سعيده. ها، عايز امثله اوضح من كده؟ اللي كاذب كذبه كبيره. اقرب بنت كانت بتغش في الامتحانات والمدرسين مش عارفين انها بتغش لان كان عندها مشكله، اتنقلت لمدرسه جديده وفيها لغه جديده وهي مش عارفه اللغه، فبدات تشوف على ظهر اسئله الامتحانات اجابات معينه، بدات تنجح تجيب درجات عاليه، المدرسين طايرين بيها وبيقولوا يا سلام اتعلمت بسرعه قوي، وهي تعبانه بتعيط بالليل لما بتحط دماغها على المخده بتعيط. على فكره اللي ما عندوش سلام نفسي ما بيعرفش ينام، تعيط تعيط تعيط، مش عارفه تعيش رغم المفروض تبقى مبسوطه، كل المدرسين بيشكروا فيها، بس هي من جواها انا كدابه كدبه كبيره. راحت لابوها قالت له انا كدابه ومش عارفه اعيش كده، ساعدني. خدها وراح للمدرسه وقال لهم احنا لازم نقول الحقيقه، بس ارجوكوا خلوكوا رحماء بيها، استوعبوها وسقفوا لها اكتر وقالوا البنت دي بنت ممتازه. وبتقول يوم ما سقفولي ويوم ما قالوا مش زعلانين منك، انت بنت محترمه. محترمه ليه؟ رجعت لنفسك. بتقول عيطت من الفرحه، يا كان هم تقيل وانزاح. السلام، اللهم انت السلام ومنك السلام، ليله القدر سلام هي حتى مطلع الفجر، اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد. السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، دار السلام تحيتهم فيها سلام، سلام قولا من رب رحيم. ده ديننا، ده ديننا، ارجع لدينك، ارجع لانسانيتك. وصلت اهي الحلقه دي تجمع اللي فات. ايه المطلوب مني؟ موضوع واحد تعيد فيه السلام لنفسك. شوف موضوع، اسوأ موضوع انت زعلان منه. انا وصلت للاخر، بكره حلقه الختام، والنهارده هدخل معاكم على عمرو خالد دوت نت، هتلاقوا منتجات كتيره وافكار كتيره، ونتناقش في موضوع السلام، والناس تحكي قصص سمعتها عن ناس او مرت بيها، وبكره ان شاء الله نتفق على ما بعد رمضان ونلخص الحلقات. ربنا يكرمكم ويسعدكم ويملى حياتكم بالسلام، ويملى بيوتكم بالسلام، ويملى ارواحكم بالسلام. شكرا يا جماعه، جزاكم الله خيرا، ربنا يسعدكم يا رب. استبشروا بقى ورجعوا السلام لانفسكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.